أعلنت هيئة التراث ضبط 6 مخالفات لنظام الآثار والمتاحف والتراث العبراني في عدد من مناطق المملكة. وبحسب بيان صادر عنها جاءت المخالفات كالتالي: مخالفتان جراء التعدي على مواقع أثرية في منطقتي الرياض والجوف، ومخالفتان حيازة قطع أثرية غير مسجلة بمنطقة المدينة المنورة، ومخالفة الإتجار بالآثار المنقولة دون الحصول على ترخيص في منطقة مكة، ومخالفة استيراد قطع أثرية دون الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة التراث في الرياض.